آه يا دنيا يا دنيا. الحمد لله يوم الألم عليك خبر خبر يعني هسه اليد ده جاهز قابلناه قريبا 14 يوم او 15 او 13 يوم عادي. وانا عايز ليه زبيها شكل يدي اربعة يعني ما عندي بروس ما عندي ما عارف اتزاوي نعم نعم شفت الحاجة الموصفة انه اولادي لو فاضي الجيران بس لكن ما عارف انا اهل لك ربك كريم هذا انا ماشي يا سامي هذا هذا انا قري عليكم السلام اخبارك شنو يا سامي تمام والله امور شنو والله مين جليك يا والله يا ابو الامور مظبط والله تمام ما قلت لك شنو انت ما قرب يا سامي تقرب يا اسمك لك لا بلد 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 ده دمك وسخن شديد يا اسمك تبدا فاجئ يا سامي انت ما سمعت الخبر؟ شنو؟ لا اجاها يا اخي سبب خروف اي سبب خروف يا اسمك ها؟ جاري لك مرتي يا امشي والله لا سيدي قول لها امشي امشي قاعد يبني السبيده ده ويطلع اسمه خروف ما قلت تلقى البنت تلقى اي تلقى والله لا تفاهم كم ما بيسرق كم ما بيسرق نحن من جبل يمشي أيوة والله لا يجي ولا مش خروف لا يجي ولا والله يا أخي مرة اللي قلت لك يا سامي والله الله يجعلك تبغى خروف يا أهلا أهلا أمك يا خبر شنو يا أخي لا يبني بس أمك يا لا جلست وجو لا جل الله في جمارك ما تدين يا سامي تدين ما تدامرو كابنا ريا ما تقول لي يا عمار ما تقول لي يا عمار زنقو والله بالله عزوز والله كمان جيت في الدف تتكلم عمار عمار ما جاي بالخبر ما جاي بالخبر تكتوا يا سايس انت يا زلمه قال لي شيء يا زلمه قال لي 6 سنه 7 سنه ما قال لي ياكل يمشي بالتهران تقولوا والباب بني على ما هاي
مالك سارح كويس قديم هموم الدنيا اللي انت ما رقدت تشيل الدنيا هموم يا والله يا تعبي لابد بس معقولة يا مشكلتك شنو؟ مشكلتي دي انا لو قلت لك ما بتنالي انا معقولة يا وشاب ما في مشكلة في الدنيا دي ما فيها حل انت بس قولة لو ربنا جار نحن من هلوارك من هلوارك قصدك بهيمة بتاعت الليف حذار تشتري ولا كيف؟ لا يا أخو أنت ما عايش ولا كيف ما عايش ولا كيف ما عايش أنا لي فترة يا أخي ما لا محتاج من دبلي والله يا أخي زول يكون عنده عيال وفترة العيد ما سمح لهم بيشوفوا من الجيران قد يسمى دقيقة أنا بتصل بصاحب الحق شنو؟ هي يشوف الموضوع ده يمكن يخلع على كواري زول كريم أنا أعرف هم قالوا ان شاء الله غير عارف شنو والله حازم غير واحد زول طيب قد يعني والله قاعد يشكي لي على البلد وعوامات دي قاعد قال له ارنب وهيمه بس قلت ما لا من عقيب كده خلينا نشوف الزول ده خلينا نشوف خلاص انا هدي في الشارع هاي عندي الركشه بس اركب الركشه دي واجيك خلاص كويس يلا عليك الله شو الوضع يا قريب 20 ولا 10 راس ولا 15 راس ما في شيء
انا دق له تليفون وين؟ الو يا عبد الرازق، هاي وين انت؟ تعني بالزريبه هتسرق، تعني هتسرق، تعال تعال شوف انا فيها مشكله وانت فيها مشكله، تعني هتسرق، هاي خلي اللي في يدك تعال. هاي علي انا عايز اشوف كيف؟ ما والله شوف انت البهايم اللي خليتها وين؟ هاي اللي خليتها حلوه ده مش هيك تشوف بيهم صغير، عارفها وين؟ يغليها انا ماشي هذا السوق دي هسي بقول لي عشان اجيب عي اسمي حياة الغدا واي انا عشان قال لي قلت لك جيب لي شوف يا جو يا جو ما عيد انت والله يا واد مين عرفت الحركه خلاص بقيت تنوم وتعمل اي حياة دي. ما بداعي لي كلام زي ده خلاص انا عندي سامي شغال في الجهاز هاي وريه يتعبني الشغله دي كويس خلاص يا زول اقول لك الله يعوضنا يا زول لكن المين اللي قدامك الله خلي بالك خلاص تمام هاي خلي بالك خلاص شوف لنا هنا يا شوف لي على الناس يجيبوا معايا خلاص يا ابو وباقي الباقي من برا دارين يجيبوها ولا دارين خلوها هنا انا نجيبها يا اخي بالطريقه دي نجيبها كيف بالطريقه دي نجيبها كيف بس انا زي ما قلت لك دارين يدافع الناس خلاص خير يا زول امشي اسمع ولا ليغا على ليغا دي قربت تنتهي لا انا في جايه في واحده جايه هاي بس خلاص البهايم الباقيه ونشوف الحظ شو خلاص كويس عليك الله خلي بالك يا الا بدا الرد اتصلت له اتصل كلهم اتصلنا انا لكن انت عارف بس انا بتصل اللي بتاع هنا ده اشوف وين كويس خلاص كويس عليك الله راجع خلي بالك عليك الله كويس تمام الله يكرمك يا هاي لا بيكون قاعد محمد ما نلاقي زمينة يا هلا خلاص خلاص انا مشينا لا يا ده عبد الرحمن الباب ده نايم وين انت يا زلمه؟ كريش الباب ده بيروح يا ولد شو يا لا 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 هو ده ما يسرق بهايم يا عمنا ده ما يسرق بهايم انت قريب يشير الراس ما فيش لا 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 انت حاليا نزعل الولد ولد صاحبي يا توفي صاحبك يا هنا يا بكر صاحبي ما تقول لي هنا كاسيتي يا هو ذاته يا هو ده هاي بس جاك ايوه بس والله معلش والله حرامي ده انا شفته اعوذ بالله من الحرام بس هنا فتشنا فوق تجيب لنا والله عشان الشباب يدينا البوليس والله معلش ما اقدر اني اعترف
لكن حرام انا ابو سعد. انت ما زال كريم يا الحاج. عشان جيت قلت عشان جيت مع كريم وقعدتكم الحلوه دي انا ابو سعد. لا تسلم والله يا حاج والله بارك الله فيك يا تسلم والله الحمد لله الحمد لله عايز تزورنا ده؟ تزورنا ده بيتنا يا عيد معانا طيب ما ادري ما شاء الله ودي قدرنا على جزاوة لا اله الا الله ما شاء الله انت عارف عشان شنو قلت لك قدر الناس بين الفلوس ده؟ ها؟ بس عشان يتخرجوا من هنا ما دارين جو ده ولا من لينا الحرامية نحن ناس نربو حرامية ولا من لينا ما بنرد خلاص يا زول مش قلنا لهم وشو؟ وانا لو رجيت لي حرامي شو تسكندي بخز عليه وكد خلاص حرامي شو كمان يجي يقول دار مين انا وصاحبي انت تاني الباب ده مين يجي يدوك الباب ده؟ خلاص كويس حتى لو انا قاعد قول لي اي قال لو ما بعرفه ما بيجي تاني الدم خلاص خلاص يا زول يا جماعة والله يا أخي بس كملنا الدراما وكملنا التصوير الحمد لله بكل ثقة وبكل يعني محبة وكل ثانية يعني إن شاء الله بعد العيد يعني إن شاء الله يكون بسبعة يوم أو بعشر يوم الجزء الثاني يعني بيجيكم إن شاء الله بإذن الله تعالى أيوة وأصلاً يعني الدراما دي عملناها رسالة بالنسبة للناس المحتاجين وبالنسبة للناس اللي عندهم القروش ما بيساعدوا وبالنسبة للناس اللي هم الحرامية وكده يعني الناس اللي ما عندهم شغل يعني أتارع
ايوه وده الجلابي طبعا. ايوه ايوه انتظرونا نتمنى لكل الجلابه يساعد المسكين. ايوه للمحتاج لو جاء وما يطرده. ايوه ايوه, أيوة. ان شاء الله وبعد العيد ان شاء الله بنجوكم بالجزء الثاني. سلام. وانا بشكر كل المشاهدين بقول لكم شكرا لكم. ايوه قبيله مشاهدو قناة أمار زونغو لا تنسوا الاشتراك والشير واللايك وشنو سبسكرايب سبسكرايب. أيوة أيوة.